3 months ago, the Trump peace plan recognized Israel's rights in all of Judea and Samaria. And President Trump pledged to recognize Israel's sovereignty over the Jewish communities there and in the Jordan Valley. A couple of months from now, I'm confident that that pledge will be honored, that we will be able to celebrate another historic moment in the history of Zionism. A century after San Remo, the promise of Zionism is being realized. الاحتلال اليوم يتطلع إلى السيطرة على تبوك وتيماء وخيبر والمدينة المنورة وإلى مواطن أقدام اليهود في الدول العربية أولئك الذين هاجروا إلى فلسطين لتكريس اغتصابها فهو خطر على المنطقة كلها. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. قيدوني إن روحي رغم قيدي في ارتياح جردوني من سلاحي مهجتي فيها سلاح قيدوني إن روحي رغم قيدي في ارتياح جردوني من سلاحي مهجتي فيها سلاح واغرسوا في القلب نبلا وازرعوا صدري رماح ازهقوا روحي اخيرا اطفئوا شمس الصباح غير اني لست ارضى للهدى ان يستباح ان اشلاء الضحايا ان اصوات الانين إن آهات الثكالى إن تكبير السجين كلها أضحت تدوي تستفز الخانعين إخوة الإسلام هيا نبتغي درب الفلاح يا أحبائي تعالوا رددوا لحن الكفاح إن النصر قادم هذا وعد في الكتاب لا تلينوا إن أصابتكم على الدرب الجراح واصبروا فالصبر مفتاح لأسرار النجاح إن صوت الحق يعلو في الورى رغم الصياح قيدوني إن روحي رغم قيدي في ارتياح جردوني من سلاحي مهجتي فيها سلاح قيدوني إن روحي رغم قيدي في ارتياح جردوني من سلاحي مهجتي فيها سلاح لا إله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة